وبركاته. أهلا بك مشاهدنا الكريم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اليومي الفقه حياة في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي دعينا فيه إلى ضيافة الله تعالى وأنعم به من كريم، وإن شاء الله أنعم بنا من ضيوف، أنا أقصد المؤمنين المسلمين المقبلين على هذه الضيافة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستفيدون من هذه الضيافة بشكل كبير جدا. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حياكم الله سيدنا ويا أهلا وسهلا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. بعد 14 دقيقة من الآن إن شاء الله نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة بإذن الله تعالى. نبدأ دائما مع آية قرآنية مباركة، وهنالك الكثير من الحث على التدبر في القرآن الكريم، وهذا شهر القرآن وربيعه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على لسان النبي يعقوب عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فضل سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يظهر هي قضية جزئية خارجية وقعت بين يعقوب النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام وبين ولده يوسف. نعم. يوسف رأى رؤيا، وهي ليست رؤيا طبيعية وإنما هي النبوة انصافا، ونوع من البشارة بالنبوة. نعم. ولكن جاءت على صيغة رؤيا، وعرف يعقوب النبي أن القضية قضية خطيرة، وهي وصول هذا الولد اليافع إلى مقام النبوة وله من الإخوة كثر، فهو في واقع الحال الوالد عند فراسة وعند ذكاء، فنبه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، هذه الرؤية اللي تقولها وأنا أخاف عليك أن هؤلاء يكيدون يسوون مؤامرة عليك. وهذا الأمر في واقع الحال رسالة، رسالة مهمة جدا، أنه نحن لابد أن لا نكون ممن ينشر كل ما عنده على الملأ العام، ولا نقول كل ما عندنا، ولا نخبر كل ما يصل عندنا أو يحصل عندنا ويصل إلينا. هذه عملية الإعلان، عملية الإذاعة، عملية النشر، هذه في واقع الحال لها آثار سلبية. أنا لا أقول أنه إخوانك كذا، لا أقول القضية هي فكرة إذاعة الأشياء. نعم. وإخبار الناس بكل ما يحصل عندك هذه ليست قضية سليمة. نعم. ليش سيدنا؟ شكوا بها الله سبحانه وتعالى علي حال من علي وأنا أريد. حبيب قلبي، الدنيا مليئة بال أعدائي والأصدقاء والحساد وعلي حال الطيبون وغير الطيبين، فلا يعني كل الذي يتلقى أخبارك يتلقاها بمن بتلقي حسن ويستبشر إليك، لا، أكو أشخاص يمتعضون، أكو أشخاص يتأذون، وبغض النظر على أنه يحسدونك أو يكيدون لك كيد، ماكو داعي أنا مسوي وليمة وفيها علي حال اللحوم والشحوم، أصور بث مباشر يا بإيش مسوي وليمة وقاعدين، زين الفقير اللي يشوفه يتأذى أو اللي ما عنده يتحسر، واللي عدوك يبدأ شنو حسب تعبيرنا ينشر ضد هذا الأمر على النفلان، ومن وين جاب ومن وين حصل وكذا، وشوفوا أكلوا يا حرامية يا فاسدين، شايفين أنتوا بعد. نعم. مولانا اشترى سيارة بث مباشر، اشتريت سيارة وهذه وكذا وهكذا وهكذا، حتى مجالس الأعراس يبث وينشر، هذه ليست حكيمة، ليست خطوة حكيمة. نعم. ليست حراما،
كلام ليس في الحرام والحلال، كلام في الحكمة وعدم الحكمة، أن هذا ليس حكمة وليس إجراء صحيحا. لماذا؟ لأنك أنت تعرض نفسك للخطر، ومن عرض نفسه للخطر فلا يلومن إلا شنو؟ إلا نفسه، مو شكل؟ نعم. وعندنا تعاليم من أهل البيت صلى الله عليه وسلم أن يا جماعة أموركم حاولوا أن شنو؟ أن تغطوها بشيء من الغطاء وعدم إباحتها بشكل كامل. ما أدري هذه مقولة عن الإمام، بس أنا سامعها بس ما أعرف، أعتقد ليست عن إمام، عن حكيم. نعم. أكتم ذهبك وذهابك ومذهبك. أكتم ذهبك، لا تقول أنا شكل عندي فلوس وين هين وشلون، عن السراق، عن السراق. وذهابك يعني راحاتك وجياتك ودقائاتك وفعالياتك وحركاتك، راح تخلي عيون العدو وعيون الظالمين كذا. ومذهبك يعني الأفكار التي لا بد أن لا تبيحها، لأن الآخر قد ماذا؟ قد لا يسوء له ذلك. هذا قلته قد تكون مقولة حكمية وليست، نعم، بس الروايات الشريفة تتكلم استعينوا على أموركم بالكتمان، أو تلك الرواية الجميلة اسمعوها جيدا. أنا عندي مشروع، طبعا مثالا ما عندي مشروع جاء أتكلم هذا، أنا عندي مشروع، وهذا المشروع في طور الشنو؟ في طور التخطيط والإنجاز، وقاعد ترقبوا، وراح أسوي كذا وراح أسوي مدري إيش، وعندي مدري فلان محل وراح أفتح فلان مصنع وراح كذا. زين، أكو منافسين إليك بالمجتمع لولا؟ أكيد أكو، أكو منافس. إذا تيجي تفتح محل، أصحاب المحلات قالوا أوه إجا منافس جديد، تعالوا إحنا شنو؟ إذا تفتح مول، أصحاب المولات، إذا تفتح مجمع سكني وما إلى ذلك. فلذلك ما وصار إيش قال؟ قال إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له. إظهار الشيء قبل أن يستحكم، يعني قبل أن شنو؟ قبل أن تثبت الأمور، إظهارها مفسدة له. ليش مفسدة مولاي؟ لأنه ستكون هناك معوقات، وستكون هناك عقبات، إما يصنعها الأعداء، وإما على حال قد تحصل. إذا تسمح لنا سيدنا المداخلة بسيطة ضمن هذه الجزئية وهذا الحديث للصادق سلام الله تعالى عليه، إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له. المختصين يقولون لما أنت مقبل على مشروع معين، سواء كان فكري أو تجاري أو أي شيء آخر، لا تتحدث به، لأن من تتحدث به نفسك راح تحدثك أنه أنت خلاص أنجزته، وهو لا يزال قيد التفكير، هذه نفسية، فراح تهدى وما راح تقدر تنجز. هذه نفسية. فسبحان الله الحديث يأخذنا إلى هذه النقطة بشكل واضح، وهكذا أنه الآخرين قد يعرقلوا. نعم. قد يعرقلوا الموافقات، يعرقلوا القضايا، يعرقلوا الأمور. فلذلك أيها الأحبة أيها الأصدقاء، هذا السوشيال ميديا من جهة، أنا قلت في يوم الأيام، نعم، من نعم الله علينا أن جاءت هذه الوسائل الذكية والمعرفية العظيمة إنصافا. نعم. ولكن هي سيف ذو حدين، سيف ذو حدين. نعم. شخص يستعمله في الغلط وشخص يستعمله في الصح. كم أنا الآن إنصافا مريح بالنسبة لي في كل أموري، في تحضيرات، في المراجعات، في الحفظيات، في القضايا. فأقول في الواقع هاي السوشيال ميديا الآن صارت وبال على البعض. نعم. كل شيء مولانا الأجل يعلن يعلن يعلن. أكبر برنامج ما أعرف في اليوم شفته أعتقد في أمريكا، أعتقد، نعم، كاميرا خفية، كاميرا خفية، يعني يقول له بالشارع منو؟ قال مرتضى حمامي. نعم. قال ها مرتضى حمامي شلون صحته كذا. أكو جماعة في غرفة، في سيارة غرفة، يدخلون على مرتضى حمامي على صفحة مالته، من أصدقائه، والدته، شو وقت، وين موجودة، شنو عنوانه، كلها موجودة. صحيح. شي يحب، شي يبغض، مطلق لما مطلق، كم طفل عنده. فهذا شلونك يا مرتضى كذا، إيه شلونها والدتك اللي تسكن في فلان مكان، شلونها صديقك اللي زعلت معه فلان كذا، شلونها حبيبتك. يقول هذا شفت يعني ذهل، انتم منين تدرون هالأمور هذه، تفاصيل حياته انطوهية. انذهل قال شو منو؟ قال احنا انت
أنت تنشر هالأمور، أنت اللي كل قضاياك مع من زعلت، مع من كذا، وشوت فلان مشكلة فأقول هذا ليس صحيحا. نعم. الإنسان كلما يكون كتوم، كلما يكون صامت، كلما يكون رزن، له أفضل وأسلم. وهذا الذي في الواقع نحن نعاني منه فيما يرتبط بالقضايا الاجتماعية. أحسنت. القضايا الاجتماعية قضايا أنصافا أخذت أبعاد جدا خطيرة فيما يرتبط بمسائل الإيحاء، مسائل المفاسد الاجتماعية، سواء المفاسد الاجتماعية بما هي اجتماعية أو مفاسد اقتصادية كما هي الخيانات والرشوات والسرقات وما إلى ذلك. فأيها الأحبة، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان موجود ويستعمل كل هالأدوات ماذا ضدك، فماكو داعي كل ما كان عندك تبرزه وتنشر على الملأ العام. أيضا سيدنا هاي ممكن يعني تنطي أرض خصبة لخصومك، للسراق يصلون لبيتك لتفاصيلك. سيدنا ممكن شخص يقول وأما بنعمة ربك فحدث، ما تتقاطع مع هذا الجانب. أحسنتم. هذه في واقع الحال الإنسان لما يتكلم عن النعم الإلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة مثلا الدرس، أعطاني فرصة الذرية الصالحة، نعم أتكلم فيما هي النعم الإلهية بعمومها حتى لا تكون ممن شنو ممن يكفر بأنعم الله. تذكير نعم الله وكذا نعم، ولكن هل يعني التحدث بمعنى هذا النشر وهذا؟ لو لا، التحدث بما أستذكر هذا الأمر بيني وبين من يخصني حتى لا أنسى أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا. طبيعة الحال هذه أهم أيضا أقدر أستفيدها، أقدر أستفيدها. بعض الناس الله أنعم عليهم. راح أقول لك قصة أيضا حلوة. الله أنعم عليهم ولكن هم لا يشكروا نعمة الله ويحاولوا أن لا يبرزوا نعم الله عليهم. كالبخيل الذي الله أنعم عليه ولكن ملابسه رثة جدا، ما يشتري له حسب تعبيرنا ثوب جيد، ما يشتري له كذا، هذا يكفر بنعم الله. يوم الأيام كنت قاعد أنا في مكان عمي الله يرحمه سيد عبد الله، الله يرحمه، قاعد في محل عمي سيد عبد الله قبل تقريبا 30 سنة، فشفت واحد مر أمام المحل بايسكل وملابسه كلش تعبانة، بايسكلها بتعبان، البايسكل الهندي 28 كبير. نعم. وكلش تعبان. أنا قمت وخليت إيدي بجيبي. عمي قال لها عم وين راح؟ قلت له خطية هذا أصدق عليه. قال عمو أقعد، هذا أدى فندقين وأدى تكاكي. قلت صدق عمو؟ قال والله هذا فد واحد تاجر عظيم. بس شوف، قد يكون أنه وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أعطي حسب تعبيره الوجهة الصحيحة لنعم الله. ليش أنت متمسكن هالشكل؟ هذا خلاف الشكر. أنه إنسان في واقع الله نعم عليك، اشتري سيارة، البس. إذا أنعم الله على عبده أحب أن يرى نعمته عليه، هاي رواية. أحب الله أن يرى نعمته عليه على عبده. ليش هالتمسكن وهالكذا هذا أعتقد هم أيضا يستفاد منه. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة سماحة السيد. الآن المجال لك عزيزي المشاهد الكريم، بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك للإجابة عليه إن شاء الله من قبل سماحة السيد رشيد الحسيني على امتداد وقت البرنامج المتبقي. وعندنا اتصال أول من منه. سهام أختي الكريمة تفضلي. ورحمة الله وبركاته. إذا قعدت حاتي السيد. تفضلي السيد اسمعكم. إذا وحدة تطلق يعني ظلم وهي تحب زوجها وخذت قرار على نفسها انه ما تتزوج بعد، حرام لو حلال؟ واضح، حرام لو حلال. سؤال، يعني شنو تطلق ظلم؟ يعني حتى غصب عليها وعلى زوجها لو لا بس عليها هي؟ لا زوجها مقابل. واضح. بس هي. واضح. يلا شكرا. حياك الله بابا. حتى اكمل كتابة السؤال ناخذ اتصال اخر.
إذن مشاهدنا الكريم، نعم الأرقام أسفل الشاشة، الأخوة بالكنترول يقولون طلعت الأرقام أسفل الشاشة، بإمكانك الاتصال والمساهمة بطرح سؤالك. عندنا اتصال من منو؟ زينب أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمس اتصلت عليكم بخصوص سؤال أنتم جاوبت، يعني أنا ما وضحت لكم السؤال. نعم تفضلي. بس ممكن أسلم على سيد قبل السؤال؟ اسمعك السيد تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام حياكم الله تفضلوا. شلونك سيد؟ تفضلي أختي حياكم الله، وقتنا ضيق يا أختي. تفضلي أختي زينب السؤال. سيد سؤال، إنه أني يعني غسلت غسل الجنابة بعد صلاة الفجر مرة برمضان، مرة قبل صلاة الفجر ومرة بعد صلاة الفجر ومرة قبل صلاة الظهر. يعني أنا برمضان سبحت قبل صلاة الفجر غسل الجنابة. واضح جدا. هل الصيام؟ وظليتي ممسكة على صيامك، تمام تسمعين الإجابة. عندي سؤال آخر أختي زينب. لا أنا يعني هسه أنا مسكت وسبحت وبعدها صليت الفجر، ومرة لا مسكت وصليت. واضح جدا السؤال، واضح جدا أختي، واضح جدا. عندي سؤال آخر. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا على اتصالك. الأخت زينب، اتصال من الأخ محمد، تفضل يا محمد. بس نتمنى يسد التلفزيون ويسمعنا بس من التليفون أو يبتعد الغرفة ثانية، تفضل يا محمد. الو حياك الله اخوي، اهلا وسهلا مولاي العزيز. حياكم الله يا اهلا وسهلا، تفضل. شلونك يا غاطي؟ يا حياك الله، تقبل اعمالك. سيد عندي سؤال. تفضل. عندي كليه صغيره. نعم. ونظرتها للامام. شنو هي؟ طليه يعني طليه صغيره. نعم طليه نعجه. ونظرتها للامام وقصرت انا ما وديتها. نعم. وهاي الطليه كبرت عندي وجابت توم هسه. جابت توم؟ جابت توم، هذا توم مولاي في دول عيونك تبعيه وياها يا ولا. واضح واضح واضح. في دول اعمامتك شيء. حياك الله حجي. شكرا لك على اتصالك حجي، الله يوفقك ان شاء الله. من اتصال الاخ محمد الى اتصال اخر او مشاركه اخرى من منو؟ الاتصال علي، تفضل يا علي. الو. تفضل الاخ علي. الله يسلمك. سؤال، قطره العين سطرت ولا؟ قطره العين بعد غير. نعم. قطره العين. عندك سؤال اخر؟ اي نعم شيخنا. شيخنا الوضوء هل لازم تثبت القدمين يلا تتوضا؟ الوضوء لازم تثبت القدمين. اي نعم مسح يعني. واضح واضح جدا. نعم. شكرا لك علي على اتصالك، تحياتنا لك وحياك الله. عندنا اتصال من منو؟ فلاح، تفضل اخوي اهلا وسهلا. وين هذا البكر عم الاخ فلاح؟ تفضل. عم سؤال، هذا ولد انقتل بريء. نعم. وخلوا فتوه ويسوونه ضحايا الارهاب. نعم. هل جائز هذا؟ يريدون يسوون من ضحايا الارهاب. واضح. نعم. عندك سؤال آخر أخويا؟ شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، تحياتي لكم مع ألف سلامة. هاي سيدنا لما ننتج عن جواب على هذا السؤال في حال هو مقتول بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة إن شاء الله. عندنا أيضا مشاركة أخرى مشاهدنا الكريم، طبعا الاتصال المشاركات تكون من خلال اتصال هاتفي أو من خلال رسائل صوتية توصلنا أو من خلال حتى رسائل مكتوبة على تطبيق المجيب اللي ظاهر الكيو آر كود على الشاشة أمامكم. بإمكانكم أن توجهون كاميرا الموبايل إلى الكيو آر كود وتدخلون على التطبيق وتحملوه، وراح تلقون أسئلة كثيرة جدا مشابهة ممكن لأسئلتكم. عندنا باسم، تفضل يا باسم. باسم ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ. تفضل السيد يسمعك. أنا عندي زوجتي حلفت يمين، قسمت يمين. زوجتك حلفت يمين؟ يعني حلفت يمين ضلع. نعم. الزهرة على مود، وهي في حالة غضب يعني ببطتها. نعم نعم. كم زي. سؤالك حلفت يعني شنو؟ حلفت شو تسوي؟ السؤال يعني هل
يعني اشتريت لحاجة وحلفت يميني إلا تكسر هاي الحاجة. تكسر حاجة زين. يصير يعني تخالف الحلف مالتها قصدك؟ هذا سؤالك مو يصير تخالف الحلف؟ هذا سؤال رحم الله والديك. شكرا لك أخوي الكريم وتحياتي إليك ومع ألف سلامة. حالات الغضب تؤثر على الإنسان كثيرا سيدنا في الكثير من مواقف حياته يعني. صحيح، يتخذ قرار ويقسم ويحلف وكذا بعدين يتندم. البعض يطلق يعني على بعض المداهب. بلي بلي يعني. احنا عندنا بالفكر الإسلامي طلاق. الصحيح انه الطلاق في حالة الغضب لا يصح. اصلا الطلاق من اصعب الامور عندنا. نعم. 8 شروط. عندنا اتصال اخر او مشاركة اخرى نسمعها. ام رسل لو رسل رسل اختي الكريمة تفضلي. بس صوت التلفزيون تكتمين نهائيا اختي الكريمة لطفا حتى نفهم سؤالك. تفضل. الو حياكم الله. صوت التلفزيون جاي اثر اختي رسل. تحيات للاخت رسل ان شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية بعد ان تكتم صوت التلفزيون ويكون اتصالها وسؤالها واضح ان شاء الله. عندنا مشاركة اخرى رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدنا. سيدنا أسأل على الخمس بالنسبة للسلفة البيتية، إذا أنا أسوي سلفة لمدة 10 أشهر وأسوي وراها سلفة لمدة 10 أشهر ثانية، أنا مود أشتري مثلا فشغلة ثقيلة مثلا سيارة أو أشتري فشي محتاجته، ما يكفيني 10 أشهر واحدة، يعني أسوي 300 أستلم 3 ملايين خلال 10 أشهر أضمها وأسوي 3 ملايين 10 أشهر الأخرى على مود اشتري سيارة. هل هاي 3 ملايين الاولى عليها خمس واني بنية شراء سيارة؟ شكرا اختي الكريمة. السؤال واضح ان شاء الله سيدنا، واضح السؤال، تسمعين الاجابة على سؤالك اختي الكريمة المرتبط بالخمس. طبعا الخمس من الامور الواجبة على الانسان، هي من فروع الدين، بعض الناس هاملها يعتبرها من الاشياء يعني الاقل اهمية، لا هو شيء واجب على الانسان من فروع الدين، ولكن من الأمور السهلة يعني صافا الناس معظميها. ليس كل شيء يخمس. ليس كل شيء يخمس، وإنما الشيء الذي تعلق به الخمس وهو ما زاد عن حاجته، زاد عن حاجة الإنسان. بلي بلي. أحسنتم سيدنا. أم حسين أختي الكريمة تفضلي. ألو سيدنا، أنا طلقت. نعم. وخذت لي شهرين ورجعني بالعدة. نعم. وزعني بالعدة واستطاع العدة، قال لي هذا ما مقتنع بير، يعني شنو رجعتها هي يعني ظلت بنتي وعموال على بنتي. يعني الطلاق الأول طلاق الأول ورجعت؟ اي طلاق الأول، مو ماكو قبل طلاق؟ لا هو طلقني وخذ له شهرين ورجع علي، مرجع علي ورا العدة قال لي هذا أنا ما مقتنع بيه الطلاق، ما مرجعت. واضح. حياك. انا هسه على بنتي، يعني لو مو على بنتي ما مرجعت. شنو يعني ما مرجعت؟ اي مرجع عليه خابرني قال انا هذا مو ما مرجعت، مو رجوع. شنو يعني مو رجوع؟ انت شلون صار الرجوع؟ فهمينا ام حسين. اي رجعني بالعده، من مره العده قلت له شلون رجعت انت؟ قال هذا انا ما مقتنع بي رجوع، ما مرجعت انا بضل على طلاقي. لا انت لما رجعت شلون رجع بحركه معينه بكلمه ايش قلت؟ اي بحركه معينه يعني بفعل معين صار. اي هذا الفعل يعني تعامل معاك كانما زوجته انت. اي واضح. حياكم. تسمعين الاجابه ان شاء الله اختي ام حسين، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. حسين تفضل يا اخوي الكريم. حسين تفضل. فقدنا اتصال الأخ حسين، يعاود الاتصال إن شاء الله مرة ثانية ويطرح سؤال. عندنا رسالة نسمعها، تفضلوا. رسالة صوتية. السلام عليكم سيد. شلونك سيد؟ ما حكم المرأة الزعلانة إذا طلعت للسوق تسوق بعض الأشياء، طلعت الدكتور ما حكمها ويعني 3 أشهر أكثر زعلانة؟ شكرا جزيلا، السؤال واضح اختي الكريمه والعديد من الاخوات. كان يعني لازم عادة. تقول انه زعلانه هي زعلته طلعت له هو طلعها. يفرق الموضوع سيدنا. تمام، فلطفا توضح لنا الجانبين سيدنا. ام علي اختي الكريمه تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيده اشيد. اي نعم السيد يسمعكم، تفضلي ام علي.
سيد أنا عندي راحات توجعني وشلعتها. ويعني قمت أتمضمض بالماء وأذب، أتمضمض بالماء وأذب، يعني هذا يصير حرام يعني علي، يعني مضمضة بها شوية يعني فرورة شلون المخدر. نعم. صيام مقبول أو لا؟ يعني نزل شيء من ماء المضمضة، نزل شيء للجوف إلى الداخل؟ ابلعتي شيء أو لا؟ لا ما أبلعه فقط بس أمضمض به، يعني الراحة يعني توجعني وأنا صايمة يعني تأذيني حيل، يعني يعني تأذيني حيل. واضح. يعني صايمة لحد الآن أنا بس هي تأذيني. الله يوفقك. الله يتقبل إن شاء الله صيامكم أختي الكريمة أم علي، ومن وأتمنى من عندك تعطيني رقمك الخاص، يعني عندي يعني هواية أسئلة بس ما أقدر أشوف يعني أعطيك إياها. أكو تطبيق اسمه تطبيق المجيب للإجابة على الأسئلة اللي تحسون بها حرجية، بإمكانكم أن تطرحوها، وتطبيق المجيب موجود الآن أيضا الكيو آر كود على الشاشة. تحياتنا الأخت أم علي وشكرا جزيلا لها على اتصالها. متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم، نأخذ سؤالين بعد أو سؤال أو سؤالين وبعد إن شاء الله ننتقل للإجابة على هذه الأسئلة. رسالة نسمعها، الرسالة تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك، تقبل الله طاعتكم وصيامكم. الله، هل يجوز الصيام، هل يجوز قضاء ما بالذمة بالجلوس على كرسي بدون وقوف؟ وشكرا. تقصد عن الصلاة سيدنا مع التمكن من الوقوف كأنه هذا اللي فهمته من السؤال. أحمد أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. شيخ بالسؤال. يسمعكم السيد إن شاء الله. شيخ بس ما هو قدمت بالدورة. الصوت مو واضح أحمد، صوتك مو واضح. ألو. اتفضل. شيخ ما هو قدمت بالدورة. قاعد تفهمون كلام سيدنا. بالدوام، بس دوام شنو ما فتح. شنو بالدوام أحمد؟ شنو بالدوام؟ دوام هو أنا بالدوام بالشغل. بالشغل شنو أكو؟ فشنو صار؟ حياتنا الأخ أحمد، إن شاء الله يعاود الاتصال ويكون اتصاله أوضح بالمرة اللاحقة، سواء لحق اليوم أو إذا ما لحق اليوم إن شاء الله على يوم غد بإذن الله تعالى. برنامجنا يومي يأتيكم يوميا من الساعة 4:30 مساء على امتداد وقت البرنامج. نستقبل إن شاء الله مشاركاتكم وأسئلتكم. نأخذ اتصال أخير أو مشاركة أخيرة من منو؟ عادل حاتم، حياك الله يا حاتم أخي الكريم تفضل. ألو. يا حياك الله أخي يا حاتم، أهلا وسهلا. مرحبا. نسمعك حياك الله، مرحبا بيك. اسأل السيد. يسمعك السيد إن شاء الله. لا واحد يغسل عني ده من النجاسة شي يلفظ شي يقول إن شاء الله. زين تقصد أنت غسل الجنابة؟ لا واحد يغسل ده من النجاسة شي يلفظ شي يقول من لفظ. تسمع الجواب إن شاء الله فد شوية من السيد. مشكور. تحياتنا لك وشكرا جزيلا. لا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات لطفا. اذا استقبلت اتصال طونا يا لا بس اذا استقبلت اتصال طونا. يا اتصال اخير من الاخت خديجه تفضلي. الو. تفضلي اختي، بس نصينا صوت التلفزيون تماما. تفضلي. وي انا هو تفضلي. حامل وما صايمه. نعم. حامل وما صايمه. حامل ما صايمه. اي شهر؟ ايه. باي شهر؟ شهر السادس. ليش ما صايمه؟ يعني هل يجوز ما يجوز؟ ليش سؤال، ليش ما صايمه لحد الان اختي خديجه؟ ما بس من الزوج هو يقول ما قدرين، هو يعني يقول خاف زوجك ما قابل وما يوصل. واضح. ان شاء الله تسمعين الجواب اختنا الكريمه خديجه، ومن عليك بالسلامه والعافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك. إذا نأتي الآن مشاهدنا الكريم للإجابة على هذه التساؤلات المباركة والكريمة، ونبدأ بسؤال الأخت سهام. سيدنا سهام تقول إذا وحدة تطلق ظلم، صحيح سميتها ظلم، فحرام أنه تأخذ عهد على نفسها ما تتزوج غير يعني زوجهم أو ما تتزوج مرة أخرى؟ شوفوا بعض النساء في واقع الحال متعلقات بأزواجهن. نعم. زوجهن ليس بهذا المستوى، تشوف الحب من طرف والتعلق من طرف. هي تقول هو أراد يطلقني، هو طلقني برضاه، بس أنا على حال يعني متعلقة به. لا. متأذية يعني، متأذية ليش يعني طلقني، وصار عندها نوع من الصدمة. نعم. فحلفت أو كذا أنه بعد ما أتزوج. نعم.
هذا الشيء هل يصح أن ترجع تتزوج؟ بس عفوا سيدنا، هي ما أظن كان سؤال أنه أنا حلفت يصير أخالف، هل حرام علي أنه أمنع نفسي من الزواج؟ أحسنت، أن أمنع نفسي باليمين أو بدون يمين، نعم. بنذر أو بدون نذر، نعم. راح أتكلم أنا حسب تعبير الصورة الأشد، واضح. ذكرتها الصورة الأخرى هي أخف يعني، نعم. عندما تقرر هذا قرار، أما إذا تحلف أو تنذر هذا بعد شديدة، بس شنو الجواب راح أبينه. نعم. أولا بنتي الكريمة، حياة من طرف واحد، حياة تعلق من طرف واحد ليست حياة مستقرة، فلذلك اشكري الله سبحانه وتعالى إذا زوجك رفض أو طلق، فاشكري الله سبحانه وتعالى على أنه انتهت بهذا النوع، بهذا النوع من على حال من الانفصال الشرعي. ولا أكو أشخاص ما يري زوجته ويأذيها ويعنفها وما يطلقها ويخليها معلقة، اشكري الله. ثانيا مرور الزمن راح تفهمين أنه ليست الحياة كلها هذا الرجل، يعني تعلقك قد يذهب شيئا فشيئا، وانطي وقت للزمن يروح. وأما أنه تنذرين أو تحلفين هذا كله ما إلى أثر. ليش ما إلى أثر؟ أولا الزواج أمر راجح، الزواج أمر راجح، يعني الشارع رجح، مثل تكريم الناس، مثل عليه حال الصدق، فأمر راجح، والأمر الراجح مطلوب، نعم. وترك الزواج قد يؤدي إلى مفسدة، مفاسد، نعم. فأنت في واقع الحال إلا لو كنت مقررة هذا قرارك لا شيء، حتى لو كنت حالفة فيمينك لا شيء، إلا إذا كانت يمينك بحسب تعبيرنا بعض الأحيان عصبي الإنسان، والله بعد ما أتزوج، نعم. هذا عصبي وغير. أما إذا كان لا أنت يمينك بكل الشروط، هنا لتطين كفار وتستغفر الله تزوجين، واضح بابا؟ فليس صحيح أن الإنسان يمتنع عن الزواج، الزواج نعمة إلهية، الزواج عمل مستحب، الزواج الله سبحانه وتعالى يريده ومشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاح سنتي هو مشروع. فتعالي يا بنتي اترك الماضي، لا تعيشين في الماضي حتى لا تتكئبين، لا تأذي نفسك، وابدأي صفحة جديدة. أكيد الصفحة الجديدة كنت تختار بعناية. بلا إشكال، بلا إشكال، نعم، حتى ما نقع في الخطأ مرة أخرى. الأخت زينب سألتنا عن غسل واجب بعد أذان الفجر ومرة قبل أذان الظهر. سيدنا ذكرت سابقا، الأخت اتصلت، شوفوا من مفطرات الصيام البقاء على الجنابة عمدا، نعم. إلى طلوع الفجر، مو الجنابة نفسها. الجنابة قد تحصل أنا نايم وصار عندي جنابة في أثناء النهار، هذا ما يبطل الصوم، ما يبطل الصوم. الجنابة الحادثة، الجنابة الحاصلة، مو أنا أحصلها، مو أنا أسويها، هذه يبطل. أما إذا حصلت الجنابة بحد ذاتها ما تفطر، تقدر أنه إنسان يقعد ساعة 10 الصبح يشوف نفسه مجنب، يروح يختصر صومه باقي، نعم. أما إذا كانت مجنبة أو مجنب في الليل وأبقى نفسه مجنبا إلى أن طلع الفجر، هذا إفطار متعمد، عليه كفارة وعليه قضاء. إذا مثلا سيدنا الوقت والنوم مالته وصحة، هذه تفاصيل فيها، هذه تفاصيل، نعم. فيها إذا تبدون بين التفاصيل ما عندي يعني مشكلة. باختصار لطفا سيدنا، يعني إذا صار عنده جنابة قال بس شفت نص ساعة وأقعد، نام على أساس نص ساعة يقعد، مولانا نام نومة الذين إلى أن أذن، نعم. هذا ما عليه شيء. ليش؟ لأن كان عنده نية أن يقعد، والنوم الأولى، بس أول ما يقعد المفروض يغتسل سيدنا بلا إشكال، نعم. النوم الأولى، إذا لا نام نامة أولى قال راح أقعد إن شاء الله، وقعد قال يلا بعد شوي بعد هم أخذ نومة ثانية، نعم. هذه عليه ماذا؟ عليه قضاء، عليه يعني باطل وعليه حال. إذا النوم الثالثة بعد عليه كفارة النوم الثالثة. فالمهم أنه النومات تختلف، والقرار يعني كان قصده أو ما كان قصده. فالأخت الكريمة إذا كان أبقت نفسها على الجنابة عمدا صومها باطل، إذا أجنبت نفسها في النهار فباطل صومها، باطل تختسل على حال خدتها تختسل، ولكن صومها باطل، وكفارة إطعام 60 مسكين بلا إشكال كفارة عليها. فأما تقول لا سيدنا أنا جنابة بالليل بس أخرت الغسل إلى قبل الظهر،
أختي تأخير الغسل قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر ما يجوز، لازم إنسان أن يغتسل في الليل. أحسنتم سيدنا. سؤال من الأخ محمد، بس قبل أن ننتقل للسؤال سيدنا، الفرق بين طلوع الفجر وبين الأذان، يعني شو وقت آخر موعد الإنسان يستطيع أن يغتسل هذا الغسل الواجب؟ طلوع قبل طلوع الفجر، اللي هو شو وقت سيدي يصير؟ يعني تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. يعني قبل الأذان بيت كم لحظة حسب الضبط الأذاني يعني. تمام. الأخ محمد يقول حيوان نذر للإمام وبعدين ما ودى وتأخر وصار الحيوان نفسه أنجب، فما أنجبه الحيوان يدخل بالنذر لو لا سيد؟ سيد خوي عنده حكاية حلوة في اليوم. نعم. إجا واحد قال سيدنا أنا نذريت كذا، قال ما عليه شيء. واحد إجا ثاني سيدنا أنا نذرت كذا، سيد قال ما عليك شيء. واحد قال له سيد سيدنا شو الناس يقول إحنا أذنيت، يقول ما عليك. قال سيد هؤلاء لا يعرفون كيف ينذرون، نذرهم كله باطل، لا يعرفون كيف ينذرون، يعني صيغة النذر ما عندهم. سألوا تخابر الآن قل له حجي شلون انذرت هاي الطلية؟ قال طلية هي. نعم. هاي الطلية شلون انت انذرتها؟ قال والله قلت هذه لوجه الله. هذا ليس نذرا. نعم. النذر إلى صيغة، صيغة خاصة لله علي، لله علي أن أذبح، أو لله علي أن أعطي، لله علي أن كذا، هذا ما قايله. فأقول له حجي إن شاء الله نذرك ما عليه شيء وما عليك شيء، وهذا اللي جابت هم جابت رزق إليك، ما في مشكلة. زين سيد، في حال يعني حتى للعامة لبقية الأخوة الكرام قصدي، في حال كان النذر شرعي أحسنتم، إذا كان أنجبت الحيوان أحسنتم، فإذا كان النذر شرعي وهو في واقع الحال كان، نسأل إذا كان النذر مؤقت يعني أنه لله علي أن أصدق في هالشهر هذا، فكان واجب في ذاك الشهر إذا ما كان بوقت. إذا ما كان مؤقت فعلي حال النذر واجب عليه متى ما كان، ولكن مخلفات أو ما ولدته أو كذا هذا ضمن النذر فيه كلام، بعض الأعلام قالوا نعم، بعض الأعلام قالوا لا، المنذور فقط هو الذي يعطى. أحسنتم سيدنا. الأخ علي سألنا أولا عن قطرة العين وحكمها في الصيام. قطرة العين والأذن لا إشكال فيهما. نعم. حفظوها، قطرة العين والأذن ما في إشكال، قطرة الفم والأنف في إشكال. نعم. وإحنا في حلقة اللي بيمسلك مسلك مباشر للجوف، الأنف بيمسلك مباشر للجوف، أما العين بيمسلك، العين فيها مسلك إلى الأنف، ولكن علي حال فقهاء قالوا لا إشكال في ذلك. في حلقة سابقة سمحت السيد أيضا ذكرت حتى لو كان هناك يستشعر طعمها في قطرة العين. نعم، العين والأذن. قطرة العين الأذن طبعا ماكو استشعار لهذا، ولكن قطرة العين إذا نزلت واستشعرت ما في مشكلة. أحسنتم سيدنا. نفس الأخ علي سألنا عن الوضوء أثناء مسح القدمين، هل يفترض أن تكون القدمان ثابتتين؟ شوف حبيبي، هذا الولد كان شاب يبين عليه، كان ولد يعني بتسأل قد عمره، بس هو يظهر أنه يافع. شوف حبيبي ابني، احنا نقول امسح قدمك، امسح قدمك، شوفون ايدي اذا بعيدة. اي نعم. لا الاخ المخرج خلينا على اللقطة العامة لطفا. نعم تفضلوا سيدنا. ما ادري علي حال الاخ ما اعرف وينه. شوف حبيبي احسنتم، هذا الرجل، هاي الرجل لما نريد احنا نثبت لازم هالشكل نثبت. الرجل واقفة، الرجل واقفة حتى لو بالهواء، حتى لو بالهواء هالشكل. ليش؟ اسمعوا جيدا، ليش لازم واقفة؟ لان اذا هالشكل مسحت، اذا هالشكل مسحت راح يصير رجلي تمسح ايدي مو ايدي تمسح رجلي. اذا انا احرك رجلي هالشكل راح يصير، فراح يصير الممسوح هو الماسح. فلذلك لازم احنا شنو نثبته؟ نثبته حتى يقع المسح على الرجل. تثبيت يعني تسكين، سكون بدون حتى لو بالهواء، حتى لو بالهواء خرج لك فوق وايش تسوي ما في مشكله. احسنتم سيدنا. الاخ فلاح سال عن شخص قتل بريئا واهله يريدون يسووا له معامله من ضحايا الارهاب حتى يستلم بعض، يعني يستلمون بعض المستحقات، هل هذا جائز؟ يعني لو تسال اي واحد الان، اي واحد يقول يا ابا واحد قتلوه بالشارع، ما ادري تيل كهربائي وكذا ونتله ما ادري ايش، هل أنا أروح أسوي معامل أن هذا قتل في عملية إرهابية كذا، هذا الصدق أم كذب؟ أي واحد سألوه بالشارع هذا الصدق لو كذب راح يقول كذب، هذا وكل كذب حرام، وما يترتب عليه في إشكال سمحت السيد أعتبر هذا نوع من الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق وقانون.
أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الإجابة واضحة للأخ الكريم السائل. الأخ باسم قال زوجتي حلفت يمين بضلع الزهراء بين قوسين بحالة غضب أنه تكسر شيء معين فيصير تخالف هذا الحلف. إيه هذا هم فد كلام إحنا بيناه أعتقد في مناسبات أخرى، أنه اليمين ما هي؟ نعم. ما هي اليمين؟ اليمين أن تقول والله بالذات الإلهية بلفظ الجلالة بالله، والله بالله تالله، هذا هي اليمين. أما والعباس والحسين وما أدري والكعبة والكذا، هذه يمين، يمين قسم بالمقدسات، والقسم بالمقدسات عليه حال لا يبغي الإنسان أن شنو يتهاون فيها، ولكن لا يترتب عليها آثار وأحكام اليمين الشرعية. واضح؟ فهنا نقول استغفر يا الله ولا تكسريها. نعم، استغفر يا الله لا تكسريها. القسم بالأنبياء ولا إما المقدسات لا إشكال فيه سيدنا. لا لا لا، في حزازة، يعني فيه مؤاخذة، ليش أنت تعرض هؤلاء إلى الكلام الكذب؟ ولكن لا، عفوا مو الكذب بشكل عام، القسم بها بعض الأخوة يقولون لا القسم في الله فقط جائز، في غير غير جائز. لا لا، والقرآن والكعبة والحسين، لا ما في إشكال. نعم. الله يقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان، الله يقسم بالعصر، يقسم بالفجر والفجر والضحى، الله يقسم بالزمان، فما في إشكال القسم. ولكن قسم الشرعي الذي يترتب عليه كفارة في مخالفته فيما إذا كان باسم الجلالة. طيب سيدنا، في حال كان القسم شرعي والقسم بالله تعالى على أن يكسر حاجة معينة أو يرتكب شيء من هذا النوع، هل هذا القسم يعني يفترض عليه أن يبره؟ هناك كلام على أنه هل كل قسم لابد أن يفي الإنسان به؟ الجواب إذا كان أمرا راجحا. نعم. أمرا راجحا. أما إذا أمرا مرجوحا لا ينعقد أو لا تنعقد تلك اليمين. يعني والله ما أقسم أن أضربك، أقسم أن أضرب اليتيم، أو أقسم أن أكسر مثلا مال العام، هذا القسم لا ينعقد لأنه فيه إسراف أو فيه إتلاف أو فيه إضرار. أحسنتم سيدنا الكريم. رسالة صوتية عن الخمس كانت، أحد الأخوات تقول أني أسوي سلفة أم 10 أشهر أجمع مبلغ، دور أسوي سلفة ثانية أم 10 أشهر أضيف هذا المبلغ لهذا حتى أشتري حاجة، فهل مثلا هي ضربت مثال سيارة، فهل هذه عليها خمس؟ اي نعم عليها خمس. ليش؟ لانه شراء السياره حاجه مستقبليه، وطريقه الشراء راح تصير انه تجمعين فلوس 10 اشهر و10 اشهر اخرى، يعني راح تمر على 3 ملايين الاولى راح تمر سنه، وان كان 3 ملايين الثانيه ما راح تمر عليها سنه، بس لازم تخمسين 3 ملايين الأولى اللي مرت عليها. نعم. واضح باوة؟ على مثال ايش جاي اتكلم، 3 ملايين اللي مرت عليها سنة ديك لازم تخمسيها لأن مرت عليها سنة. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت الكريمة أم حسين تقول اطلقت ورجعني بالعدة وبعدين قال رجوعك مو صحيح. أنا سألتها الرجوع على قسمين، مرة يقول أنا رجعتك، مرة يعمل عمل معين. نعم. يعني يقاربها، يقبلها كذا، يعني يمارس معاها ممارسة كزوجة. نعم. هي قالت نعم أكو حركة قام بها، فهو رجع إليك وهذا رجوع، واللي يقوله والله أنت هذا مو رجوع هذا. نعم. يخدع. قولي لي أنت رجعت وأنا سألت الحوزة أنت راجع وهذا رجوعك، إما أن أنا على ذمتك، أنا لازلت على ذمتك، إما تطلقني طلاق آخر خليني بحال سبيلي، وإما أنه شنو تعال أصرف علي وكذا. فللأسف يعني شوف المسكينة المرأة يعني كيف لعب عليها وتركها، والآن تركها يعني يقولها أنت مطلقة، هي ما مطلقة مسكينة، هي الآن معلقة، يعني هي رجع على ذمت الآن. بل على ذمت سيدة، هذه بس بالعدة، مجرد هذا الفعل ممكن في العدة فقط، إذا بعد العدة لا يجوز الزنا. نعم، لابد أن يكون هناك عقد شرعي من جديد. أحسنت. رسالة من إحدى الأخوات، أعتقد إحدى الأخوات، نعم، ما حكم المرأة الزعلانة وطلعت منك من بيت أهلها تروح دكتور أو سوق أو مشاكل؟ حضرتك قلت أكو تفرعين. شوفي أختي، مرة أنت الزعلين تقومين ترحين، هو يقول شباب لا تطلعين، ما أقبل تطلعين، أنت تخابرين أخوش تعال أخذيني، أخذني، تخابرين والدش تعال أخذوني، هذا الخروج من الدار بدون إذن الزوج بهذا المعنى ما يجوز. نعم، هذا ما يجوز، عليه أساس طلعين وانت عليه حال الزوج يقول لك بابا تعالي نتفاهم، نتفاهم تعالي صار مشكلة، تعالي نتفاهم، تعوفين البيت طلعين، هذا في إشكال.
وما يترتب عليه من خروج من كذا هذا كله فيه مؤاخذة. أما إذا هو شالج وداك بيت أهلك يلا روح يقعد هناك إلى أن أنا أشوف المسألة. هو أخذك أو هو أذن لك بالخروج أو أقول لك قوم روحي. هناك في واقع الحال إذا ما جاء عليك بعد أنت تريد الحين طبيب الحين كذا قراية نفسيتك تعبانة الحين قراية مجلس حسيني مثلا يجوز هنا نقول بمقدار الضرورة يجوز مقدار الضرورة ضرورة بهذا المعنى يعني ولو ضرورة عرفية يعني أنا إذا ما رح أزور أحتصر ويصير عندي كآبة وكذا ضرورة العرفية. أما الأمور الأخرى ما أدري من هنا وهناك ومجالس وقعدات وسفرات وصديقات هذا فيه مشكلة لابد من إذنه لا حتى لو كانت زعلانة يعني. الأخت أم علي تقول أنا قالعة ضرس أو رحاية إلها وتقول أتمضمض للعلاج يصير بدون أن تبتلع شيء منه ما في إشكال بتي قلع الضرس لا إشكال فيه ما لم ينزل شيء من السوائل أو الدم إلى الجوف. إذا تقولين أنا متأكدة سيدنا ما نزل أي شيء جيد أبقى على صومك إن شاء الله. المضمضة للعلاج المضمضة للعلاج ما في إشكال ولكن لازم تبصق مرتين ثلاثة حتى آثار الماء الذي مضمضته لابد أن ينزل. نعم. رسالة صوتية أيضا يجوز قضاء الصلاة من جلوس على كرسي في واقع الحال احنا لازم نقول انه الانسان اللي عليه قضاء هل هو عاجز عن الصلاة الاعتيادية؟ نعم. والبعض شو يقول الصلاة الادائية يعني صلاة اليوم انا اصليها بكل تفاصيل قيام وقعود وركوع وسجود ولكن صلاة القضاء باعتبار شنو قضاء فاقعد على الكرسي لا القضاء كالاداء واقضي ما فات كما فات شلون فاتت عليك كذا أنت لازم تقضيها بذلك بتلك الكلمة. أما إذا كانت الآن هي مقعدة أما أنت لا تقول عاجزة بعد سيدنا أنا عاجزة وحتى صلاة الأداء هم أجي أصليها نقول لها على حال إذا كنت عاجزة فقضيها بما أمكنك الآن من الناحية الإمكانية البدنية. تمام. الأخ حاتم سأل قال لما نغسل إيدينا نطهر أجسادنا إيدينا من النجاسات أكو فد شيء تلفظ معين نقوله حجي تطهير الإيد والثوب والمواعين وغسل الأشياء هذه قضايا توصلية قضايا توصلية ما بيها اللفظ اللهم صل على محمد أو اللهم طهرني لا ما يحتاج هذه تحصل الطهارة بمجرد أن تزول النجاسة خلي إيدك جو الماء أبسط الإجابة أكثر سيدنا أبسط الإجابة يعني إذا أنا في واقع الحال صار على ثوبي نجاسة أخلي جو الماي وأفركه طهر ما يحتاج اللهم صل على اللهم صل نفخن نسواني نفخن لا نفخ ولا قول شيء ولا هم يحزنون وإنما إزالة النجاسة هو طهارة. نعم. إزالة النجاسة بالماء أو بشيء آخر هو طهارة. الماء الجاري سيدنا مرة ماء واحدة. ماء الجائر ماء الكار هذه بعد بحوث طويلة. نعم. في هذا. نعم. المجال. يعني بس بالنسبة للأخ حاتم إذا ماء جاري مرة واحدة. أنت الآن بالتواليت جاي تريد تطهر محل البول. وعندك بريك هذا بريك ماي قليل لازم تدير ماي مرتين بعد الخرطات تدير ماي مرتين هذا بدون أن تقول شيء ما يحتاج يعني مو واجب بس إذا تقول على حال قول لا أثر له. الأخت خديجة سؤالنا الأخير تقول حامل وما صايمة هي بالشهر السادس سيدة مقصر الأخت مقصرة والله زوجي يمكن ما يقبل وقالوا لي قالوا يمكن زوجك ما يقبل ما يصير بابا أنت هواي متهاونة متهاونة بالصوم اليوم يوم التاسع شلون هالطريقة هذه وتشهر سادس جربت الصومين بابا هل الحمل مرض الحمل مو مرض الحمل نعمة إلهية الله طاك إياه نعم بعض النساء الحمل بالنسبة لهم يسبب لهم فد عوق فد مرض فد مشكلة أما أنت ما عندك مشكلة ولا صمت يوم حتى تجربين ولا شفتي نفسك الآن 9 أيام أنت ما صايمة والله يمكن زوجي ما يقبل وقالوا لي أنه زوجك إذا ما قبل هذا على حال استخفاف بأمر الله والاستخفاف بأمر الله ذنب كبير بابا حاولي من بكرة الصومين وشوفين نفسك قادرة لازم تكملين الشهر بابا أما مجرد والله حامل شهر السادس هذا ليس عذرا شرعيا
سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان لحضرتك على كل هذه الإجابات. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، حياكم الله، الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله. سؤال لكم، أو عفوا السلام لكم والشكر لكم أيضا مشاهدنا الكريم، لا تنسونا بخالص دعواتكم بالذات عند الإفطار، تقبلوا تحياتنا، لنا لقاء إن شاء الله في الغد في رعاية الله وحفظه.